البرولاكتين نرجع هسه الدوستينكس والبرومكريبتين يشتغل اكونس على البرولاكتين. زين حكيت لكم كل مره سالفه هاي المره لو ما حكيت لكم اياها تتكيفون على السؤال. طبعا هذول اثنينهم البرومكريبتين والكافرجولين تفيدنا بعلاج المايكرو ادينوما. يعني لما يكون مايكرو ادينوما نقصد بتيومر يعني البيتيوتري. البرومكريبتين نفسه تتذكرون هو indicated for treatment of type 2 diabetes ان شاء الله. انا الميكانيزم اللي باكر ان شاء الله مفوز بها. سالفتنا عن البرومكريبتين مره اجتني يعني في مره يعني في المنطقه عصلي قال دكتور الحقني زوج راح يطلقني محامي. زين ابو البايرد لازم يتحمل يعني المرضى ما تفهم مش كيف تفضل شنو عنده. قالت والله زوج انا عندي زوجي يريد يتزوج قال لي اطلقك اذا ما تجيبي الطفل الاخر. زين انت عندكم اطفال؟ قالت اوريدي عندنا اي عندنا اثنين بس يعني صراحة قال لي إذا ما تجيبين هالمرة لا طلقك. ما أخلي صار لي يمكن سنتين ثلاثة عالج ما أخلي الطبيبة نسائية شنو مشكلتك؟ لازم تأخذ هيستوري. قالت برولاكتين عالي هرمون الحليب عندي عالي. زين الحل قلت تروحين على طبيبة نسائية. قالت بزعت ما لي علاقة بالطبيبات النسائية أنا أريد علاج منك أنتوا علاجكم بالقصة. شوف قاسة السيناريو جبت حالي. قالت برولاكتين هي عرفت قالت هرمون الحليب عندي عالي ويصعد دائما وكذا. زين كان اخذت دوستينكس. قالت اخذت دوستينكس الا بزعت وما فاد. داريت على الاراف لقيت بارلوديل يمكن صار له سنتين على الراف شاب اعتراف ما حد يصرفه قليل. قلت هذا الدواء جربتيه؟ قالت لا اول مره اشوفه. بعد قلت يلا ما دام هي جت نشوف نشوف حظ الرياضه. الانديكيشن مضبوطه يعني انديكيشن بال شو اسمه عندها برولاكتين عالي وكذا ينطي فينا فعلا فات الدوز الصحيح تيجي تستخدمي ان شاء الله خير. المهم راحت المره ما اعرف وين صفها بيها الدار ورا ثلاث شراب بعد وجدت دكتور انا ما اعرف شلون اشكرك انا ما اعرف اصلا من هي اصلا ناسيها انا فلانه ام فلان انا اي بس اتذكر جيت قبل 3 اشهر انا 100 واحد يجي باليوم اقعد احفظ ما 3 اشهر فاتت حتى الاتش بي ون سي ما يحفظ سكر. زين شنو عندك؟ قالت لي تتذكر كان عندي هرمون الحليب صاعد وطيتني علاج. زين شو طيتك علاج؟ انا اتذكر شنو الماجيك افكت حطيتها حتى كل الطبيبات العراق ما فادها. فطلع والله العظيم نصا حكيت بما انزلت طلع البارلوديل فقالت لي انا ما اعرف شلون اشكرك يعني يعني زوجي يشكرك وكذا. قلت عادي الله يوفقكم مش المهم الزواج عليك. قالت لا الحمد لله مشت الامور. المهم اللي ضحك مو نبع اليوم السيناريو راحت احداث جدتي راحت غاب داعش وكذا وهاي. اليوم دق تليفون رقم غريب فتحت التليفون. السلام عليكم دكتور انا ام فلانه. طبعا انا اتذكر هذا الموقف لحد ليش احكي لكم اياه مش قد ما هو مميز يعني يعني حتى رجعت لاهلي فرحان وش اسوي كل شيء اقول هاي امي شوفي عالجت شغلات ما حد عالجها. ف خلصت خلصت مال يوم. فاللي ضحك من الموضوع قالت لي شو اسمه تعرفتني؟ قلت لها والله. قالت انا فلان مو فلان كذا. قلت لها عرفتك وين؟ قال الدكتور. قلت جاكم طفل؟ قالت ما شاء الله سب الابتدائيه بس الله يخليك ريد وحده الاخت. والله والله العظيم والله من وحده الاخت انا كنت اضحك. الموضوع مو بس سهوله يعني. قالت لا والله دكتور احنا هسه سكننا بكركوك وما ادري شنو وكذا وهاي يعني بحيث شلون صغار تلاقي ما عاد من جابته يعني جوز تعبت ما وصلت للرقم. المهم قالت اريدها. قلت اوكي ما عندي مشكله ان شاء الله. دزون التحاليل مالتك وما رشدك وخلي اشوف وضعكم اثنينكم. فشفت عندهم وضعها جود يعني وضع زوجك كان شويه بي بروبلم عنده شويه يعني
صار عنده انفكتولوجي بسيطه. فقلت اوكي راح اكتب لكم علاج. قالت لا دكتور الله يحفظك دز لي علاج من يمك واحنا ندز لك الفلوس ايش قد ما صرت. قلت بسيطه بسيطه انت بعد معرفه قديمه. فالمهم سويت لهم مجموعه من الادويه وقتها كانت يعني تشتغل على التونيك وكذا اكثر على المقويات سبلمنت وسوالف مالتي فيتامينز وكذا الرجل يعني ولها شيء بسيط يعني صار 150,000 ذاك يوم وهذا يوم. فاليعرفه مطلوبه حيه او ميته للاسف تطلب الفلوس وراحت المرة ما اعرف بعد ما جاهم جاهل ينتظرون اللي يكبر يلا يرجع لي فلوس ما اعرف. فترون يعني للامانه يعني لا يعني الموضوع يعني حكيت كلمه بدون اي مبالغه يعني شغلات واقعيه تشوفها. هذه أسوأ من هذه عقبة الشارب السيرام.